مشاهدينا وتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منورنا ومشرفنا قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده زي ما معودكم يعني كل اسبوع ان احنا بنجيب صحفيين على مستوى كبير علشان نناقشهم في المستجدات، يعني نشوف ارائهم الفنيه كصحفيين في مباراه اللي اتلعبت واخيرا طبعا مباراه كاس مصر الاهلي والمصري وبطوله كاس مصر الغاليه اللي اقتنصها النادي الاهلي من انياب النادي المصري يعني بصعوبه بالغه، لكن هو النادي الاهلي دايما بتاع اللحظات الاخيره. نناقشهم في اهم القضايا اللي على الساحه هذه الاوقات وهذا الاسبوع تحديدا. معايا طبعا منورين ومشرفين في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد العشري، منورني دايما ومشرفني. ربنا يخليك يا ميدو، سعيد ان انا رجعت اقعد معاك تاني. انا خليني اقول ناقد الرياضي في العموم، يعني مش عايز يعني احطك في حبيبي اي حاجه تقولها انا موافق عليها، يعني مش هقول بقى يعني صملك عليها بالعشره. لا 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 ولا الكلام ده، في العموم خلينا كده شيء مطلق كده. منور ومشرف. الله يخليك. ايضا الناقد الرياضي المميز الاستاذ احمد الشامي، منورني ومشرفني. حبيبي يا كابتن ميدو، انا سعيد ان انا معاك وبقالي كتير ما شفتش خالد، بس حظي حلو يعني دايما في قناه الاهلي، وان شاء الله نقدم اخبار صحيحه تهم الناس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني طبعا لازم اخد رايكم في الاول في الكاس، مباراه الاهلي والمصري والمستوى اللي ظهر بيه الفريقين والروح الجميله اللي ظهرت بيها هذه المباراه، وايضا التدويج اللي غاب عن الاهلي لمده 10 سنوات كامله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما متعودين دايما ان احنا بنقول ان كل حاجه بيبقى لها ايجابياتها وسلبياتها، كل حاجه ليها فيها الحلو وفيها الوحش، اكيد. بس من زمان ما شفناش حاجه غالب الغالبيه فيها حلوه. يعني مباراه في نهائي كاس مصر، من زمان ما شفناش مباراه تليق بنهائي بطوله زي ما شفنا المباراه ديت. طرفين على يعني اتم الاستعداد والرغبه غير الطبيعيه في انتزاع الكاس سواء الاهلي او المصري. طبعا كلنا بدون ما نخبي حاجه عارفين الظروف اللي كان فيها المباراه، وعارفين قد ايه جمهور النادي الاهلي كان يعني صعب عليه جدا ان البطوله دي تضيع كبطوله وكمباراه وكقدام المصري، وفي حاجات كتير ممكن ما نتعرضش لها لكن الناس فهمها وناس حساها. في نفس الوقت كان نفس الطموح في المصري، اكيد. اما تلاقي الطموح ده عند الاثنين المدربين والمشجعين وبيتنقل بشكل قوي جدا وفعال للعيبه اللي تبدا تفعل لنا ده جوه الملعب، فانت مؤكد بتشوف مباراه قويه وجيده. الاحداث نفسها بتقول كده، برغم انه النادي الاهلي كان له اليد العليا يعني بنسبه كبيره جدا طوال المباراه، لكن ده ما يمنعش انه كان في نديه غير عاديه وتفوق في بعض اللحظات للفريق المصري، سواء بروح سواء باداء فني باي صوره من الصور، لكن كان في منافسه، كان في لقاء اسعد الجماهير. واكبر دليل على ده رد فعل جمهور بورسعيد اللي كان قاعد في المدرجات، لان انا سمعت المتابعات بتاعته، سمعت ناس كتير بتتكلم، الناس خارجه يعني مش قادر اتخيل بورسعيد اللي في ساد بورسعيد يعني. مش قادر اتخيل ان ده رد فعله. هادي جدا، جميل جدا، كلمات بسيطه معبره عن الحدث، ما تجاوزتش في حق اي حد، اشادت بفرقتها وقالت انه يعني فيما معناه انه الكاس راح طبيعي يعني، انما الفرقه المصري ما قصرتش، ما سمعناش حد متجاوز، حد منفرد. برغم على فكره برضه عشان انا كنت كان ليا تحفظ في مساله الاستاد دي من حيث المبدا، لان فتح الاستاد ده في اليوم ده يعني شيء انا كنت اشوف انه ملوش لازمه، لكن اتجمعوا واتلموا وعملوا مشهد كويس، انما ما اتمناش انه يتكرر لانه هو كان ممكن يعمل يعني حاجه برضه نفسيه عند الناس، والجرح طبعا احنا عارفين انه في جرح عند ناس كتير لسه ما اتلمش. لكن انا برضه بشكر جمهور بورسعيد اللي حضر وكانت روحه عاليه والتزم، طبعا واضح انه كان في وعد بينه وبين المسؤولين، التزم بالوعد ده وعبر عن يعني حزنه او اسفه لضياع الكاس بشكل لائق جدا بشكل مريح. حسام ابراهيم حسن لاول مره من زمان ما نشوفش رد فعلهم عنيف على ماتش بيخسروه. اي حاجه يستاهل يعملوا رد فعل. لا خد بالك الابتسامه كمان اللي بعد الماتش يعني وعمليه الاحتواء اللي تمت من النادي الاهلي من لعيبه النادي الاهلي بالزبط. وتقبلهم للوضع ده وكله فجاه كله ابتسم في الملعب. اللقطه اللي عملها الكابتن حسام والكابتن سيد عبد الحفيظ مع احمد ايمن منصور وخارج، لقطه عجبتني جدا ومحترمه جدا. هو ده الطبيعي، ده الطبيعي، ده اللي احنا عايزينه، لكن لان ده غايب فاضطرين ان انا احوله لحاجه كويسه او اتكلم عليه انه بقى حاجه غير عاديه، لان الحاجات دي اللي مفعله يا ميدو وانت عارف، والعصبيه والتوتر داخل الملعب والاثاره دي، حاجات كلها بتخلي الواحد لما يشوف مشهد كويس بيسقف له. انا النهارده لحد دلوقتي بتكلم على افضل ما في المباراه، ربما مش لاقي حاجه غير حاجه واحده بس اللي احنا بننحي ربنا فيها، منظر الاستاد. ليه بقى؟ لانه تقريبا بعدها بيوم، اليوم الثاني الماتش بتاع الكلاسيكو،
فاحنا المخرج عندي بيجيب الملعب بتاع استاد برج العرب من فوق بيبين لي قد ايه الملعب جميل. تاني يوم المخرج في الكلاسيكو الاسباني بيجيب لي برضو نفس المشهد للاستاد من فوق. بس تخيل انت مشهد كراسي ومشهد جماهير برضو بتحتفل بفرقتها داخل المدرجات. بالزبط. شوف الفارق بين المشهدين. يعني يمكن دي الحاجه الوحيده اللي زعلتني في الموقف كله. تحديدا نازلين المباراه يعني بحس الحساسيه اللي فيها بين الاهلي والمصري تحديدا، عشان كده كان كله مرحب. انا مش بتكلم على الجمهور في الماتش ده، بالعكس انا كنت اتمنى ما فيش ولا مخلوق يدخل زياده. لا انا بتكلم بوجه عام يعني. بوجه عام طبعا. بس طبعا يعني الصوره تبقى مكتمله. يا ريت يا ريت. استاذ احمد مبدئيا يعني اكيد بسمن على كلام الاستاذ خالد، لكن خلينا نوجه برضو البطوله بحقيقتها المره دي لمجلس اداره النادي الاهلي، ممثل في المهندس محمود طاهر واعضاء مجلس الاداره الجهاز الفني. يمكن انا كتبت في الاهرام لاول مره كنت اشوف حاجه غريبه جدا في ان بعض الجماهير بتتمنى خساره النادي الاهلي لبطوله كاس مصر كنوع من انواع يعني الغضب من بعض الامور داخل النادي الاهلي، لكن الفوز بالبطوله كان هو له السمه الاكبر. خلينا نكون متفقين ان النادي الاهلي قدم موسم طويل جدا جدا في الموسم ده، توجه ببطوله الدوري وبطوله الكاس. الفوز ببطوله الكاس كان مدلول ان الاهلي بيشارك في كل بطوله للفوز بيها مش للمشاركه فقط، على عكس البطوله العربيه واللي حصل فيها. الاهلي عنده مباراه زي ما استاذ خالد كانت كبيره جدا على المستوى البدني. يعني النهارده خلينا نشكر انيس شلالي المفروض بشكل كبير جدا، النهارده ما شفناش ولا كرامب ولا اصابه ولا اي خروج من الناحيه البدنيه للاعيبه النادي الاهلي، كلهم كانوا حتى النهايه بمستوى مميز. الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بعد المباراه ما كانش في عصبيه، لكن انت لما تشوف طوال ال 120 دقيقه حتى لغايه الجون اللي جابه عمرو جمال في التعادل، لا كان الشكل مختلف. طبعا في صور في صور بالظبط، لكن عايز اقول لك ان الاهلي تعب، الاهلي تعب في البطوله دي كتير بسبب الغيابات اللي عنده، بسبب الاحتراف بعض اللاعبين اللي هنشوفهم ان شاء الله في دوريات الموسم المقبل، وبنبارك لهم طبعا حسام غالي وعمرو جمال. الاهلي قادر بالحضور يعني بمن حضر، واعتقد كانت تصريحات المهندس محمود طاهر واضحه جدا ان هو بيشيد بدور التوأم، يعني ما كانتش بتحصل كتير ان رئيس نادي بيشيد بجهاز فني لفريق منافس معاه في اخر مباراه كبيره، مباراه مهمه، مباراه فاز بيها الاهلي لان هو الاحق بالكاس. الزمالك المصري فاز على الزمالك، وانا كنت بتوقع قبل كده مع الكابتن محمد فاروق قلت له هنا في الاستوديو، قلت له الاهلي والمصري في النهائي والسوبر كمان دلوقتي مع الاهلي والمصري. فالنهارده الاهلي محتاج ايه الفتره الجايه؟ محتاج يكون اكثر هدوء عشان مباراه الترجي، يعني هي الاهم. يعني بعيدا عن بقى البطوله الدوري بالظبط يعني فالكاس الغياب الجماهيري فيه كان ضروري بسبب الصدام اللي حصل، لكن اعتقد ان الفتره الجايه الامور هتبدا تتحسن شويه، خاصه ان العلاقه بقت يعني اكثر حميميه ما بين مجلس اداره الناديين، فيمكن شويه الامور تكون اكثر هدوءا علشان بس تتجاوز الازمه. ما هو مش من الطبيعي ان تفضل القاهره وبورسعيد في خلاف الى امد بعيد. انا بعتذر لك طبعا المقاطعه، بس أنا الموضوع ده بالذات بيسبب لي حساسيه. العلاقه القضيه مش في مجلس الاداره. انا فاهم بس يعني بس يعني خلينا الناس عشان بس ودايما الايام والزمن بيدور. مهم ان يكون في خطوه لازم ترجع ان شاء الله، بس في خطوه لازم تحصل. ما استاذ خالد اصل اللي حصل في بورسعيد اكيد مش جماهير بورسعيد اللي عاملاها. خلينا انا مش عايز يعني، بس عشان الجمله اتقالت كان لازم. خليني اقول لك بس، لا خلينا الاهم من كده، انت قلت نقطه يعني عايز اوضحها للناس اللي هي نقطه ان في بعض الجماهير بتتمنى بالزبط. لا احنا خلينا نقول بعض المغرضين، مفيش جماهير اهلاويه يا جماعه عمرها عمر جماهير الاهلاويه ما تتمنى خساره النادي، لان النادي الاهلي كله بيعمل من النادي الاهلي فوق الجميع، عشان النادي الاهلي فوق كل اللي فيه مش فوق الجميع يعني في زي ما الناس فاهمه. فعشان كده كل الجماهير اكيد نفسها الاهلي طبعا يكسب كل حاجه ان شاء الله، البطولات اللي في الشوارع لو في دورات رمضانيه، لكن بعض المغرضين خلينا نقول بعض المغرضين. كابتن ميدو ما هو انت النهارده انا بوضح الناس لا تكمله لكلامك، لا المسؤول لما يكون مسؤول في الاهلي ويخرج من دائره المسؤوليه يعني بيجيبه جايب لك الملاعبين بيتحول لمشجع
الاستاد المليان جمهور واستاد من ما هو اكيد الفوارق يعني باينه لسه حتى ما اتملاش. فانا بقول لك يا كابتن ميدو استاذ خالد النهارده المسؤول لما بيخرج من اداره من نطاق المسؤوليه بيتحول الى مشجع وده طبيعي، ده اجراء طبيعي. تمام. فكره ان انت يبقى في الاول مره في تاريخ النادي الاهلي بعض المغرضين يعني تصديقا لكلام الكابتن عبد الحميد تتمنى ان الاهلي يخسر بطوله في ظل صراع انتخابي، انا شايف ان هو ده شيء لا يليق بالنادي الاهلي. لا مش فاهم دي معلش. يعني النهارده كان في بعض الاشخاص بتتمنى ان النادي الاهلي يخسر بطوله كاس مصر علشان ما يبقاش في استكمال لانجازات ومسيره البطولات اللي حققها مجلس الاداره. مجلس الاداره مهما يعني اي مجلس اداره يتواجد لازم يكون في اهميه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي زي ما يعني الاهلي فوق الجميع، فوق جماهيره، فوق اعضائه، فوق ان هو يبقى ليه الاهميه الاكبر. ما يكونش القصه ان احنا عشان في خلاف بيننا فانا اتمنى تخسر او ما تخسرش، لان الخساره بتبقى على النادي مش على الاشخاص. هاخد حته من عندك بقى وحته من عند ميدو وبعد اذنك يا كابتن. بس يعني في ناس كانت رسمه سيناريو، يعني انا متاكد يعني هيرد في ملعب المجلس ده الاهلي لو كان خسر، كان الجمله هتمشي على الوجه التالي. بس خلينا مش عايز اعليها قوي، لكن انا هلمس عليها. كان الناس هتطلع تقول لك طبيعي ان الاهلي يخسر لانه الاهلي متاثر بالمعركه اللي دايره من قبل مجلس الاداره، ومجلس الاداره شتت الفرقه وخلى اللعيبه في دنيا ثانيه خالص، ودخل الجهاز الفني في قضايا مختلفه. ده كان سيناريو. بس انا عايز استغل الفرصه دي في حته المغرضين ومش مغرضين، واقول كلمتين مهمين جدا. اتمنى ان هم يبقوا المنهج بتاعنا في القناه الفتره اللي جايه ان شاء الله. عايزين نفترض ان جميع الاهلاويه ناس محترمه جدا وناس محبه للنادي الاهلي جدا، كل واحد على طريقته وبمدرسته وبفكره، حتى لو كان هناك خلاف على اشخاص فهو في النهايه محب للنادي الاهلي ايا كان هذا الاسم، دون ان نتعرض لاي اسم. كل الناس، كل من يرتدي الفانيله الحمراء اهلاوي محترم محب للنادي. مش عايزين الفتره الجايه يحصل من خلالنا احنا، خلالك ومن خلال من خلال احمد او من خلال اي ضيف او اي مقدم هنا، ان احنا نزود لو في شرخ ان احنا نزود هذا الشرخ. لا، ده احنا بنقول لاولاد النادي الاهلي الكبار الاعمده الرئيسيه اللي ليهم تاثير وليهم دور وليهم تاريخ، لا ادخلوا النادي، ارجعوا النادي، التفوا حول النادي، الحقوه، وقفوه على رجله، وبعد كده اختاروا اللي انتوا عايزين تختاروه. يعني انا عايز الفت نظر الناس. بالظبط. انا عارف طبعا احنا بنتكلم على مين، كلنا عارفين بنتكلم على مين، لكن انا مش عايز نتكلم نمره واحد على اشخاص كابتن ميدو خالص نهائي. دايما نتكلم على ما هو مطروح، يعني نتكلم في الكلام. أنا لسه مش قادر استوعب كلمة. يعني مش عايزين واحنا بنتكلم يبقى في نيتنا ان احنا بنتكلم على سين او صد من الناس. مين يعني؟ لا انا مش عايز اذكر اسماء. لا 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 انا مش عايز لا عموما بصفه عامه، ده مش ليك لوحدك، ده ليك وليا ولاحمد ولكل الناس في قناه النادي الاهلي. لا، واحنا القناه احنا لينا هنا سيستم، احنا هنا يا جماعه، احنا هنا صوت الجماهير الاهلاويه فقط لا غير. تمام فقط لا غير، وكل واحد ليه ضميره، كل واحد بيكلم بضميره. بالزبط. وربنا بيحاسب الناس على ضميرهم مش على اي حاجه تانية. احنا هنا صوت الاهلاويه الحقيقي، اللي عايز يصدق يصدق ومش عايز يصدق ما يصدقش. لكن انا لما اجيب ضيوف يتكلموا، لكن في حدود، يعني في حدود. مفيش كل الناس يا جماعه، الاهلي كله رموز وكله ناس كبار وكله ناس محترمه جدا. بالزبط. جدا جدا. سيبوا الموضوع يمشي وكل حاجه في ايد اللي بيعملها، والناس بدل ما يختاروا الاصلح يختاروا الاحسن. تمام. مفيش اي مشكله خالص. بدل ما احنا نخش الملعب ده ونبدا ننتقد ده او ننتقد لا، خلينا لو هنناقش نناقش موقف، نناقش جمله، ما نناقش اللي قال، ما نناقش اللي عمل الموقف. ليه؟ برضو باكد عليها، عايزين نفترض دائما وابدا ان كل نادي النادي الاهلي قامات ليهم قدرهم اكيد محبين للنادي الاهلي، كل واحد بطريقته. ده موضوع بعيد عن الحديث. نتمنى المنافسه الانتخابيه، وبنقول للناس دي في نفس الوقت. لما مؤاخذه احمد، بنقول للناس دي في نفس الوقت، انتوا مهمين للنادي الاهلي، حتى ولو اختلفتوا مع اشخاص انتوا مهمين. لازم يكون هدفكم في النهايه النادي الاهلي، واعرفوا انه لو هتعادوا فرد داخل النادي، اعرفوا انكم بتعادوا النادي نفسه في هذه المرحله. ما المنافسه الانتخابيه طول عمرها في النادي الاهلي ما بتخرجش عن دائره النادي الاهلي. طبعا. يعني انا شايف المره دي بشكل مختلف شويه، بس عشان نكون منصفين وكل واحد ياخد حقه. الموضوع داخل في دايره لا تليق بالنادي الاهلي. نتمنى ان النادي الاهلي ما يحولش زي انديه ثانيه بقى ندخل في سباب وشتائم وصراعات وخلافات. انا متحفظ. انا متحفظ عشان انا يعني لا انت بقى بعيدا لا لا انا متحفظ على كلمه، بس مش عايزين يعني انا لما اتكلم كلمه ماشي، انا بتكلم باسم النادي الاهلي وباسم جماهيره، وانا ببقى حريص جدا على كل كلمه بقولها، وربنا اللي يعلم ازاي. لكن انا شخص
ينتمي نادي الاهلي، لو اخطا ما نقولش ان هو ايه بيبوظ شكل نادي الاهلي، ده لا يسيء نادي الاهلي في اي حاجه. نادي الاهلي يا استاذ احمد انا اقول لك عشان بس الناس تبقى واضحه، نادي الاهلي خلاص يا جماعه، نادي الاهلي حط اسسه وحط رموزه وحط كيانه وحط كل حاجه، بقت واضحه للجميع وبقى كتاب للي عايز يتعلم منه اهلا وسهلا بيه. لكن مش معنى ان انا او مش انا حد منتمي نادي الاهلي اتكلم او عمل حاجه خارجه عن النادي الاهلي نقول النادي الاهلي لا، هو نقول الشخص ده اساء لنفسه قبل ما يسيب النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص يعني اتكون هو ده المهم ان انت داخل من الاف السنين، انت داخل في مرحله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، مرحله يعني بعيدا عن المنافسه الانتخابيه. انا اتمنى ان المرحله لا ترتقي الى مرحله التشويه، يمكن اللي حصل الايام الاخيره بيقول ان في اتجاه كبير جدا لمرحله التشويه. اتمنى ان احنا الموضوع يخرج من دائره التشويه الى الحفاظ على النادي الاهلي. بعيدا عن الاشخاص، النهارده مين موجود على راس المجلس؟ فهو النادي الاهلي ليس بشخصه، اللي بيدير النادي الاهلي. لكن النهارده وجود المهندس محمود طاهر او وجود فيما بعد او قبل او لعشرات السنين ورا وقدام، ده كله النادي الاهلي. اي خلاف هيكون على النادي الاهلي مش هيكون على الاشخاص، لان الشخص يعني النادي الاهلي مستمر بنجاحاته باستمرار بطولاته بانجازاته بانتصاراته. لكن لو الاهلي دخل دايره تكسير العظام بالتشويه هتكون مرحله خطيره جدا في تاريخ النادي. لا ما تقلقش، اتمنى ذلك. ولا ايه رايك يا استاذ؟ اتحفظ بقى يعني. ده انت بتتحفظ النهارده؟ مش هتحفظ، لا بالعكس. ما هو ده الكلام اللي انا بقوله، انت بتقوله ده يعني انت بتزود على اللي انا بقوله كمان يعني، انت او بتتكلم في زوايا بالظبط هو نفس الفكره. انا اتمنى ان احنا طول ما احنا قاعدين هنا ميدو يبقى كلامنا مركز ازاي نساهم ولو بكلمه في النادي الاهلي يرتفع. ولو لقينا او حسينا ان في حد على فكره برضو كمؤسسه، النادي الاهلي كمؤسسه مهمه جدا داخل دوله كبيره ومهمه جدا اكيد، عشان بس الناس تبقى فاهمه. بنحاول نحافظ على كيان النادي الاهلي، وقلت هنا قبل كده مهم جدا انك انت تحافظ على مؤسسات كل دوله. المؤسسه اللي عايزه دايما تصفيق او عايزه تاكيد على اللي بتعمله او عايزه دعم اهلا وسهلا، المؤسسه اللي عايزه مساعده نساعدها ايا كانت، لانها كلها في الاخر بتكون ايه الوطن اللي احنا عايشين فيه. ف اللي انا حريص عليه بس مش عايزك تقلق منه، اللي انا بقوله ده انا اللي بقوله مش انت مالكش علاقه بيه خالص. لا يعني اصل انا حاسس ان كل مره بتقلق فبقول عايز اعلق على حاجه خالص. اولا انت معروف يا ميدو، انت معروف خلاص، انت الناس عرفتك، عرفت ايه اللي جواك، لانك انت واضح وشفاف بدرجه غريبه جدا. انا هقول لك يا استاذ خالد، انا هقول لك وكمل اللي حضرتك عايزه. اتفضل. يعني تعالى لنا بيبو لو سمحت. احنا هنا يعني حتى الناس المسؤوله هنا في سياق متفقين عليه كل النادي وكل القناه متفقين ان احنا هنا صوت الاهلاويه وبس. كل واحد بيبقى ليه ضمير. انا ممكن اقول كلمه من جوايا عايز اطلعها بشكل معين تروح للجمهور بشكل معين، انا خلاص انا وضميري بقى تمام. لكن السياق العام، السياق العام لا، احنا هنا يا جماعه صوت الاهلاويه فقط تمام. بندافع عن النادي الاهلي باستماته، محدش يقرب منه. النادي الاهلي عمره ما بيروح لسكك بعيده عشان احنا نلحقه، ما بيروحش الحمد لله ولا يروح. لكن احنا هنا صوت الاهلاويه، صوت النادي، بندافع عن النادي تاني باستماته، بندافع على جماهيره، اللي بيتكلم على جماهيره او بيغلط فيها بنديله على دماغه من فوق. يعني ما فيهاش اي حاجه خالص، اللي بيتكلم عن النادي الاهلي او بيمسه بياخد على دماغه من فوق. لكن احنا ضميرنا وربنا قبل اي حاجه، وده السياق العام اللي متفقين عليه وتعليمات متفقين عليها. بس كل واحد بقى زي ما حضرتك عايز اقول ايه. يلا قول بقى حضرتك عايز. ما خلاص لسه اهو نسيت. انا وفرت عليك كلام. انا وفرت عليك كلام يعني. انا وفرت عليك كلام بخصوص القناه. اتكلم على المنهجيه هنا اللي انت يعني لمسها الفتره دي. بس بكلمك على منهجيه انا عايشها بقالي سنين عمري. اتفضل بقى. يعني انا بس حبيت اوضح لك الصوره. منهجيه النادي الاهلي بنحاول نحافظ عليها باستمرار، حتى لما كان حد بنحس ان هو بيخرج عن القاعده كان دايما تلاقي حد يزقه يرجعه تاني. بالظبط. وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي. بالظبط. انه في قامات من النادي الاهلي يعني ليها موقف. ليها موقف، كل الامر واضح. انا مش عايز ازيد هذا، انا كخالد واحمد عشان احنا ضيوف مش عايز نزيد ده او نزود ده او نتكلم في ده بوضوح ونبدا نلمس على اللي بيتقال ويتعد بشكل فج جدا. بالعكس. أيوة انا عايز اقول للناس دي بايجاز شديد، يا جماعه ده انتوا اعمده داخل النادي الاهلي. حلو. وان كان لكم راي او 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 زي ما تعودنا في سنين عمرنا انه بيناقش داخل جدران النادي الاهلي في الغرف المغلقه، وانتوا تحديدا عارفين كيف كان يدار النادي الاهلي في السنوات الماضيه. عارفين كان في تعبير دايما يتقال يقول لك ما ننشرش غسلنا مش عارف ايه كده،
قدام الناس. دي قاعده عامه، قاعده عامه في النادي الاهلي. فاذا كان لك تحفظ او راي او وجهه نظر ما ينفعش تطرح بهذه الطريقه، ده انا بدعوك، بدعو كل دول ان هم يرجعوا تاني لحضن النادي الاهلي حتى ولو مع اشخاص مختلفين معاهم، علشان لازم وانت داخل يبقى قدامك الشعار اللي انا بتكلم فيه بقالي فتره: الاهلي فوق الجميع. حلو بس. حلو، احترم كلامك جدا جدا وكلام معقول وكلام يعني لازم، او ما نجيبش السيره خالص يعني، خلينا في اتجاهنا وخلينا في شغلنا. يعني انا اتفق معاك، بتهيألي كلام موضوعي جدا. يعني الاستاذ خالد بيلخص الموضوع، دي قضيه مهمه حتى لو قعدنا نتكلم فيها طول الحلقه. استاذ خالد لخص الموضوع، بس في سؤال مهم جدا: لماذا لا يتدخل رموز ونجوم النادي الاهلي القدامى ضد تدخلات، مش هقول اللجنه الاولمبيه الدوليه، اللجنه الاولمبيه المصريه؟ على فكره انا اقول لماذا لا يتدخل رموز وقدامى النادي الاهلي، ليس ضد اللجنه الاولمبيه فقط، لكن ضد كمان تدخلات وزير الشباب والرياضه. تدخلتنا في حته ثانيه. ما هو ده المهم. هو ده الاهم. ده الاهم. طب ما تستنى مجاز يشرح هو القضيه دي. لا هو مش هيشرح القضيه دي. هو مش هيشرح. ده مهم جدا يا كابتن عبد الحميد ان انت تقول رموز وقدامى النادي الاهلي، لما تشوف مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بيدافع عن حقوق النادي من خلال لائحه، فلازم يكون في مسانده ليه ومنع التدخلات من الجهات اللي هنقول مسؤول عن الرياضه في الدوله. هو انا اللي انا واثق منه جدا النادي الاهلي، لا يعني ما تخافش عليه. ما يتخافش عليه النادي الاهلي، ما يتخافش عليه وبالدلائل وبالسنين واكيد حضرتك ادرى مني. بص، هو في حل يا استاذ خالد هيطرح خلال اليومين اللي جايين لحل مشكله الجمعيه العموميه بقى، ويوم ويومين والخناقه دي كلها. انا عندي معلومه ان الاتجاه دلوقتي ان الجمعيه العموميه هتقام على يوم واحد، لكن في الفرعين في المقرين، يعني الاهلي الجزيره واهلي مدينه نصر، عشان تخرج من دايره ان هي تبقى على يومين ويبقى في صدام مع الدوله والجهه الاداريه وكل الامور دي. طيب تعال نشوف كريم احمد معانا من النادي الاهلي، اهلي الجزيره. اهلا بيه. زي ما قلت لحضراتكم، معظم او كل الاراء اجتمعوا على ان ما ينفعش يا جماعه نفرض لائحه استرشاديه على كيان زي كيان النادي الاهلي. يعني في يعني واحدة محترمة جدا اتكلمت ان هي اتولدت في النادي وان هي طول عمرها في النادي، ما ينفعش تفرضوا لنا حاجة. احنا يعني كيان كبير جدا زي النادي الاهلي، اعضاء جماعه عموميه واعيين جدا، اللي احنا بنتكلم فيه ان هم حرين قوي في رايهم، بس كله بيتفق ان احنا ما ينفعش تفرضوا علينا لائحه استرشاديه. خلينا في الجزئيه دي تحديدا. لا، هي دي طبعا قتلت بحثا، انما الاروع منها الجمله المكرره بتاعت ايه؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط. طبعا غريب جدا ان كل واحد بيحط اسم المهندس محمود معاه. يعني والله الراجل ده مش عارف ايه. النادي الاهلي. عشان كده انا قلت خلينا في الجزء، يعني خلي الاعضاء هم شايفين وهم عارفين وهم يعني امياس حكم يحكموا في النادي. تمام. انا يهمني او يعني احساسي بالروح كده العميد محمد بدر، كنت بكلمك عليه انا في الفاصل. راجل محترم جدا جدا، وقال يعني لقطه مهمه جدا اللي احنا قلناها واحنا بنتكلم مع بعض. بيقول انا عايز اشوف بقى الفتره الجايه الحوار السخن ده كان حوار عشان مصلحه النادي الاهلي ولا حوار شخصي. اذا ما جيتوش والتفيتوا حوالين النادي وقفتوا جنبه، لا يبقى ما حدش يحاول يقنعني بانه كان حوار لمصلحه النادي الاهلي او خناقه للنادي الاهلي. لا، دي كانت بقى ايه، اعتبرها حاجه شخصيه. لان لما النادي الاهلي يبقى طرف في النزاع مش سين او صاد، يبقى لابد كل ولاد الاهلي يتصدروا المشهد. الكبير قبل الصغير والمعارض قبل المؤيد، وده اللي كان بياكد عليه العميد محمد بدر. بالظبط. اخت الفضيله قالت لك اقطع مصيافك وتعالى. عجبني التعبير، يعني عجبني، لانه الرئيس نفسه في الانتخابات اللي جايه لما قال، كان بيتكلم على حاجه معينه وقال لهم انا عايزكم تنزلوا تصوتوا، محدش يقول احنا في وقت مصيف، اقطعوا المصيف وتعالى. فيعني انا عجبني استكمالا بالفعل. ما هو الاهلي دوله. طبعا طبعا. الروح اللي الناس بتتكلم بيها، انت ممكن تسمع ساعات حد بيتكلم تحسه يعني ايه، يلا انا بتكلم في قناه النادي الاهلي فهي رساله، اقول لما دام انا طالع على احسن حد يزعل مني اما اقول كلمتين حلوين. اتفرج على الروح بتاعه الناس وهي بتتكلم. لا، الكلمه طالعه من جوه، طالعه عن اقتناع وعن يقين وعن احساس. لما بقول لك حته زرع محمود طاهر في كل جمله، ده عندهم احساس ان الراجل ده سايب اثر. اكيد سايب اثر. لو برضه هم شايفين ان القصه فقط يا احمد قصه النادي الاهلي، هيقول الموضوع دخل دايره ثانيه. دخل دايره ان انت مش النادي الاهلي وبس، بقيت في ظلم.
يعني دخلنا هو ده بقى هم حاسين انه في حاجه يعني على الراجل ده النهارده في تربص عضو النادي الاهلي او في احنا يعني في تربص يا كابتن حميده يا استاذ خالد بالمجلس يعني بعيدا بقى عن كل اللي فات انت المرحله الجايه ماذا ما الذي سيضر القائمين على اداره شؤون الرياضه في مصر من اقامه الجامعه العموميه يومين ولا حاجه ما ده السؤال انا سالته لهم يعني ولا حاجه سالناه هنا بدل مره من ولا حاجه قلت لهم انا النهارده هيفرق مع ليه مش يومين هيفرق مع اللجنه الاولمبيه اللي انا قلته قبل كده هيفرق مع اللجنه الاولمبيه او الوزير لو اتعملت جمعه وسبت او جمعه بس او سبت انا عجبني راي من الاراء يعني قال احد اعضاء الجامعه العموميه قال احنا ورا رئيس النادي ايا كان مين بالظبط حلو قوي يعني هو حلو ده قوي. وبعدين اثنى بقى على المهندس محمود طارق يعني هو المبدأ النادي الاهلي كابتن عبد الحميد انت النادي الاهلي وبعد كده هو حر بقى في الخناقه في النادي الاهلي مش في الاشخاص النهارده من ضمن بنود اللائحه الاسترشاديه يا استاذ خالد يحق للجنه الاولمبيه حل مجلس الاداره دون ابداء اسباب يعني النهارده انا مش قابل سيادتك مساء الخير يا استاذ خالد مجلس الاداره بتاعك مروح ليه يا عم مش موضوعك يعني مش موضوعك يعني النهارده ازاي تبقى انت عضو انت مجلس اداره منتخب من جماعه عموميه وواحد الصبح يقول لك لا روح عشان اجيب ناس مكانك ده واحده الثانيه مع الاحترام للمؤهلات يعني ايه واحد يكون في قيمه مجلس اداره النادي الاهلي عضو مجلس اداره يكون مؤهل متوسط النهارده انت بتخرج في سفريات بتقابل سفرة بتقابل مسؤولين عندك بطولات دوليه عندك لقاءات مع شخصيات كبيره كل الامور دي لازم تتحط في النصاب مش الفكره ان انت مين هي مش اي حد يبقى عضو مجلس اداره عشان نكون بس متفقين سواء في المجلس الحالي او السابق او المجالس السابقه كلها شخصيات بارزه في المجتمع حتى لو ما كانش في شخصيات معروفه لكن مع النادي الاهلي بقت معروفه يبقى مهم عندك ان انت تقول ان انا عندي كيان اسمه النادي الاهلي بتدافع عنه مش اشخاص الدفاع على الكيان مش الشخص النهارده محمود طاهر موجود غيره موجود بعده موجود فهو الاهلي هو ده اللي انا اتكلمت هو ده الاهلي ما هو ده المهم المهم يعني انك تحافظ على النادي الاهلي حلو قوي الراي ده انا مش للاسف ناسي اسمه قال يا جماعه احنا ورا مجلس اداره النادي الاهلي ايا كان بالظبط لان هو النادي يا كابتن عبد الحليم هو فضل وده الطبيعي الكيان على الاشخاص وده الطبيعي جدا وبعد كده طبعا ما هو فينا في هنا احمد دخل فجاه في بنود اللائحه الاسترشاديه انا بذلت للمره المليون بقول رايي الشخصي او وجهه نظري ان انا اساسا مش هتعرض للبنود انا دايما بتكلم في المبدا في الاصل ولا تيجي تقول لي ايه طب تعالى نشوف كده العوار اللي في اللائحه الاسترشاديه اقول لك ولا ليه علاقه بيها لا عوار ولا مر ولا اي حاجه انا مش قضيتي خالص انا قضيتي المبدا في حد ذاته كيف تفرض وضعا على النادي الاهلي على فكره او على اي كيان عموما او على اي كيان طب انا اقول لك على حاجه بقى بتحصل اتفضل اللجنه الاولمبيه بتدي الاتحادات والانديه حق ان هم يعملوا لوائح تمام بالظبط حلو كده بالظبط مفيش الاجتماعات او الجامعات العموميه للاتحادات ما بتكملش بيكون في اتصالات ما تروحوش ما تكملوش فتضطر تطبق اللائحه الاسترشاديه يبقى انت عامل لائحه استرشاديه اجباريه مش اختياريه يبقى النهارده مفيش حاجه اسمها تعظيم دور الجماعه العموميه ده انا بس عارف الصدام فين يا كابتن عبد الحميد يا استاذ خالد الصدام في ان النادي الاهلي لما يقر جمعياته العموميه من خلال اعضائه فهنا هيبقى الصدام بتاع الدوله النهارده انت بتعظم دور الجماعه العموميه ولا لا هي دي الخلاف هي دي الخناقه يبقى النهارده الصراع والازمه ان انت تعملها على يومين او يوم او مش عايز الجمعيه العموميه تكمل علشان ده علشان ما تجيش تقول لي النادي الاهلي عنده لائحه باعضائه ايوه خد بالك الوزير لما جه يحط القانون وقال لك الجمعيه العموميه هي اللي هتبقى ليها الكلمه اللي هقولها هو ده في ناس عملت عليه حرب شديده جدا تمام فاعتقد في تصوري يعني ان هو لف هروبا من النقطه دي وراح ملبسنا في قضيه اللائحه الاسترشاديه انا هقول لك بس قول لي الحته دي كده عجبتك انت الحته دي لما هو حط القانون قال من ضمن القانون ان الكلمه العليا ستكون للجمعيه العموميه تعظيم دور الجمعيه العموميه اختار نظامها وقواعدها ولوائحها وكل حاجه وده طبيعي حصلت عليه ثوره مش ده طبيعي؟ طبعا تمام طب يا اخي الدوله مش الشعب اللي بيختار ولا مين اللي بيختار اللي هو الجمعيه العموميه الشعب اللي بيختار الجمعيه العموميه هو الشعب هو اللي بيختار عادي جدا عشان نوضح فحصلت عليه حرب شديده جدا قعد يدافع عن البند ده كتير بس يبدو ان الحرب كانت عاليه فحصلت اللفه دي عشان يلبسني في اللائحه الاسترشاديه ويرجع تاني يسحبها من ايد الجمعيه العموميه لما يحط لي بنود تعجيزيه اجي بقى للسؤال اللي انت سالته لا بقى في الاول هقول لك لا ده اتفاق هكمل بس لا لا ده اتفاق هكمل بس ثانيه واحده ده اتفاق عشان اللائحه هقول لك ايه وجهه نظري بس سيبك من المسمى حرب او اتفاق او بس هو في الاول كان بيدافع عن القانون وعن حريه الجمعيه العموميه ودافع عنها في حوار شرس جدا اللائحه لا 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 اللائحه الاسترشاديه طلعت امتى اساسا لا تلغي القانون اللائحه الاسترشاديه بعد القانون بعد القانون بقول لك اول ما وضع القانون
قبل ما يناقش اللائحة ما تلغيش قانون. لا هو مش بيتكلم في كده. القانون أول ما وضع قبل حتى ما يعرض على مجلس النواب والرئيس خول الجمال عمية في حرية الاختيار، ادى من جنوده ده، الوزير ادى ده وقال لك الناس زعلانة مع ان انا بسحب اختصاص من اختصاصاتي وبسلمه للجمعية العمومية، فحصلت معركة عليه ساعتها، حرب عليه. ازاي تسلم؟ هيحصل تزوير في الانتخابات لو الجمعية العمومية الادارات هي اللي هتحكم في كل حاجة وهي اللي هتعمل كل حاجة، الجمعية العمومية ما تعملش حاجة. فانا تصوري، بقول لك تصوري، ان حصل اللفة دي بقى بعد ما القانون نزل ودخل بقى دور اللجنة الاولمبية واللائحة الاسترشادية. انما انا اللي انا واثق منه بكل الخبرات والواقع واي حاجة، انه اللي صعد الازمة دي عملية التسخين اللي جت من خارج الموضوع. يعني اللجنة الأولمبية كانت تستطيع أنها تحتوي موقف النادي الأهلي، وعلى فكرة النادي الأهلي ما خدش قراره كده قرار عفوي ولا عنتري، لا أنا حضرت حاجات، لكن في أعداد وفي استشارات وفي اتخاذ آراء، وعارف مين اللي فتح الموضوع واتفتح إزاي، وإزاي الراجل رئيس النادي بدأ يسمع لحد ما كون الرأي وخده. للأسف الشديد اللجنة الأولمبية والوزير لو ما قدروش يستشعروا ان في خطر قادم لما النادي الاهلي ياخد قرار زي ده وما تحتويش الموقف، دي كارثه. الكارثه الثانيه انك تسلم ودنك لواحد عمال يسخن فيك ايا كان هو مين، ويعلي فيك ويحطك في موضع مش موضوعك اساسا ومش مكانك اساسا، فانت تعملها لي معركه وتعملها حرب. وده اللي انا قلته قبل كده وبكرره، اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه وكبار في الدوله كانوا يقدروا يحتووا ده من بدري، لكن سخنوا عليو دخل دور الكبر. انت عايش دلوقتي معركة كبر، لا معركة قانون ولا معركة لائحة ولا معركة صح وغلط، معركة وهو نفس الموقف بتاع التشويه. طبعا ما يصدر ما انا عايز، انا ماليش بقى، خلينا نرجع لده. سيبنا احنا قفلنا ملف التشويه ده في الاول، خلينا نرجع لده. هي ده المطروح حاليا، انه اللجنه الاولمبيه ما كان ينبغي لها، قلت نصا كده، ما كان ينبغي لها ان تدخل طرفا بهذا الشكل ولا ادخل هذا الصراع. انت يا سيدي في القانون قلت الجمعيه، يا اخي الدستور الكلمه للشعب، والوزير كتر خيره في الاول قال لك الكلمه الجمعيه العموميه. بتزنقني ليه عشان تسحب مني تاني اختصاص الجمعيه العموميه؟ ليه بتفرض عليا اي واقع؟ هات لي بقى واحد قانون يطلع ماده في القانون او في اللائحه، سيبك من اللائحه الاسترشاديه دي بقى، في القانون يقول انه اجبار ان تقام الجمعيه في يوم واحد في مقر واحد. هو القانون واللائحه ما فهمش اني لائحه؟ لائحه استرشاديه؟ ما فيهاش. كويس انك قلت النقطه دي عشان في حاجه مهمه جدا. حتى هذه اللحظه اللائحه الاسترشاديه دي كده وفي الدرج. ليه بقى حضرتك؟ لان دي جايه عشان تفعل، المفروض انها تفعل في حال عدم اكتمال الجمعيه العموميه. انا اقول لحضرتك حاجه بقى. لكن الى ان يتم ذلك اللائحه دي في الدرج. طب انا اقول لحضرتك حاجه، انت عايز تفرض عليها بنود بعد انا قعدت قعده شخصيه مع الاستاذ محمد سويده. تمام. وكيل الوزاره للقاهره. قعدة شخصية في مكتبه ودردشنا واتكلمنا في حاجات كتيرة كان من ضمنها موضوع الأهلي. فبقول له يا أستاذ محمد بصفة إن أنت واحد من الناس اللي بتفهم في اللوائح بجد، يعني راجل محترم وجدا ورأيه واضح. بالظبط. قلت له أنت الأهلي من حقه يعمل جمعية يومية على يومين ولا يوم؟ قال لي ما عندوش أي مشكلة إن هو يعمل على يومين. قال لي أنا على المستوى الشخصي هحضر. تمام. يعني هحضر كجهة إدارية. تمام. فلما خرج التصريحات بتقول لك إن التفويض صاحب التفويض من الجهة الإدارية فكلمته. فبقول له يا استاذ محمد هو انت تفويض اتسحب؟ قال لي اصلا ما حدش كان مديني تفويض عشان يسحبه. فقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا كده هحضر. انا جهه اداريه النهارده ما يبقى في جمعيه عموميه بدون حضور جهه اداريه يبقى ازاي؟ هياخد موافقه منين؟ هو ده اللي الناس بتتكلم فيه. النهارده يومين لن يضر المسؤولين على الدوله، يوم ايه المشكله؟ انت بتبين انك متربص بيا يا راجل. بالظبط. يعني انت ايه لما عايز اقول لك على حاجه، انت بقالنا بالظبط اربع ايام بنتكلم عن ان الزمالك هيعمل جمعيه بتاعته على يوم، على الزمالك هيعملها على يومين. والأسوأ ان الوزير ما يهنيش النادي الاهلي بكاس مصر، وهي تهنئه بروتوكوليه، ده بروتوكول ملوش علاقه بقى بان انا وانت مختلفين. طبعا اسبابها ايه بس لا النهارده كابتن عبد الحميد انا وانت مختلفين، بس في كيانات، بس دي لا كيان وزير من الوزير. ده كيان لا الوزير بسم الله ما شاء الله بيهني كل حاجه طبعا. فالنهارده ما تكون انت وزير وانا نادي الاهلي وعندي بطوله وفعلا مع النادي الاهلي في حاجه بس. لم يهني النادي الاهلي، واسال اي حد عندك في الكنترول، اسال اي حد انت عايزه، الاهلي وزاره الرياضه لم ترسل برقيه تهنئه للنادي الاهلي على الفوز بكاس مصر. اذا اصبح الموضوع في شخصنه، في تربص.
طب تعالى نروح نسمع تقرير كده عن ال نسمع تقرير. يلا يا جماعة سمعوا لنا التقرير بتاعك ونرجع تاني على طول لحضراتكم. على مدار كل الأنواع لتعطيل مسيرته والبحث عن إيقاف إنجازاته الرياضية والإنشائية والإدارية، إلا أن ما يحدث باستمرار في القلعة الحمراء من استمرار النجاح بلا توقف أمر أذهل الجميع وأصاب حزب الكارهين وأهل الفتنة في مقتل. حاول البعض تعطيل مسيرة الأهلي في اللحظات الحاسمة للفوز بلقب الدوري واختلاق أزمات وهمية بين مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة حسام البدري ومشاكل حول تجديد العقود تأكد كذبها بعد إعلان الأهلي تجديد عقد البدري والإشادة الدائمة بدور المدير الفني ليحسم الأهلي لقب الدوري. مع انطلاق البطولة العربية فجر البعض الأزمات مجددا في طريق الأهلي تارة بأكاذيب الإقصاء لبعض أبناء النادي من الانتخابات وتارة أخرى بتضخيم المواقف مثل ما حدث مع عماد متعب، وللأسف من روجوا لهذا الكلام حملوا شعار النادي الأهلي من قبل. مع خروج الأهلي من نصف النهائي بعد أخطاء تحكيمية فادحة تعرض لاعبوه والجهاز الفني لانتقادات واسعة دون الحديث عن أخطاء التحكيم في إطار حرب الشوشرة ضد النادي ومحاولة النيل من مجلس الإدارة ومن الكيان. جاء الدور بعد إعلان الأهلي تمسكه بموقفه الواضح بإصدار لائحته الخاصة وإقامة عموميته على يومين وفي فرعي الجزيرة ومدينة نصر مع إنجاز تاريخي يحصده الفريق الأحمر بالتتويج بلقب كأس مصر ليواجه النادي حربا شرسة وتسريب تقارير عن مخالفات إدارية ضد مجلسه السابق في محاولة لتشويه صورة الكيان الأحمر من جانب أهل الفتنة، ولكن مسيرة الأهلي وإنجازاته لن تتوقف مهما فعل الكارهون. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم مع الاستاذ الكبار الاستاذ يعني خالد العشري والاستاذ احمد الشامي، وحلقه يعني سخنه جدا. انا ما كنتش مرتبها كده والله العظيم خالص. ازاي سخنت 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 انا اتكلمت اتفضل انت بتعمل كل حاجه ميدو وتقولها مش يعني احنا غلطانين في الاخر. ما انت قلت لي حاجه ان سياده الوزير يعني خالد ما هناش النادي الاهلي، وانت اتاكدت؟ اتاكدت. يعني انت بتراجع ورايا؟ يعني لا مش براجع ورقة، هو الطبيعي ان هو يهني الاهلي والطبيعي كان يحضر كمان، هو وزير رياضه ف والطبيعي كان يحضر. يعني ممكن يبقى في ظروف، لكن البرقيات والحاجات دي مش عارف ممكن يبقى في عذر اساس خالد ولا ايه. هقول لك على حاجه، قول لي على حاجه. يعني انا دايما بلتمس الاعذار للناس كويس، ولكن اما دي تحصل في التوقيت ده انت بتديني فرصه ان انا بتدي فرصه للشك. يعني انت خلاص خالد اي اعذار؟ انا عندي مكتب مسؤول على الحاجات دي، ده رقم واحد. انا بقول رقم إيه؟ اتنين انا بقول ايه؟ أنا رقم اتنين الوزير ما بيكتب على الفيسبوك وهن لو هو نفسه كتب او الادمن بتاع صفحته وهن النادي الاهلي بفوز الكاس. هو حلو متواصل يعني حتى مع الفيسبوك دي. ايوه انا مش تقليل منه، انا ما بقللش، لا ده شيء محترم جدا، لكن انا بقول يهن. وامر محير يعني. يعني اتمنى ان لو قدرنا نعمل مداخله مع الوزير ده يبقى شيء جميل جدا. انا مش قادر اتخيل انت التوقيت مش خالد عبد العزيز اللي التوقيت مش هيسمح. يعني قال لي توقيت مش هيسمح. اي توقيت يسمح؟ ليه توقيت ليه؟ الساعه 10. واخد بالك يا ميدو انه خالد عبد العزيز يقع منه دي بصراحه بنتفق معاه في حاجات ونختلف معاه في حاجات، لكن ده عمرها ما فلت منه الا على الاقل زي ما احمد بيقول ده انت عندك مكتب مخصوص لده، حتى لو انت سرحت المكتب بيبعت. هو الوزير نفسه كمان متواصل بالظبط، متواصل على يعني على مواقع التواصل. امر محير وامر برضه خد بالك مش المفروض انه يعدي بالساهل. هو بيبعت برقيه للنادي الاهلي مش بيبعت برقيه للاشخاص. انت عارف انت عارف معنى ايه ان الوزير يزعل فما يبعتش ده؟ ده معناه ان الوزير عايش قصه، ده معناه ان في حوارات، ده معناه ان في ترتيبات، ده معناه ان احنا لازم نقلق ولازم نحس ان احنا داخلين على كوارث.
يعني الناس ممكن تبص لها بس ايه ان هو ما بعدش زعلان، لا ما هو مش قاعد بينهم نفس كده مقموص في البيت وقال والله ما انا بعت برقيه تهنئه للنادي الاهلي، لا ده لازم يكون ليها ترتيب ويكون ليها قصص وحوارات. من احنا نوصل يعني للمرحله دي علشان النادي الاهلي عايز يعمل جمعيته على يومين او في مقرين لراحه الاعضاء؟ وعلى فكره في حته خطيره جدا انا ما كنتش فاهمها واعتقد ان انا الوزير كمان الوزير لفتره طويله مع مجلس اداره المهندس محمود طاهر كان مساند بقوه. انا بس حاجه قبل ما انسى يا احمد، حاجه قبل ما انسى، صالح سليم لما جه ورفض فتره من الفترات ان الجمعيه تقام في المقرين كان يخشى ان دي تبقى خاصه ببتوع سته يعني مدينه نصر ودول بتاع الجزيره فيعمل انشقاق، لكن اللي حصل المره دي بس وقتها مدينه نصر ما كانتش لسه عندهم حق ان هم يبقى العضويه في الاداره والتصويت. بالظبط كده، انا عايز اقول كمان ايه انه المره دي القصد المسكن، المكان سكنك فين؟ بس انا بس انا اخدك لموضوع تاني الشيخ زياد. لا خلص دي بس الاول، خلص دي عشان انت برجلت لنا الحلقه. لا لا بص يا اصل في ناس فاهمه انه بتاع الشيخ زايد بتاع الشيخ زايد مدينه نصر هو اللي يعمل في مدينه نصر، بتاع الجزيره يعمل في الجزيره، فانا عايز اقول له لا، اللي انا فهمته وده يعني يخلص على قصه انه الناس زعلانه ان احنا خالفنا منهج الكابتن صالح في انه ما ينفعش يتقسم، لا دي القصه مرتبطه بالسكن، يعني ممكن يبقى في عضو في مدينه نصر وساكن في قريب من الجزيره هيصوت في الجزيره والعكس. بالظبط والعكس، يعني بالزبط. القصه مش قصه احداث شق في الصف، لا صحيح. لا هو الكارنيه مكتوب عليه النادي الاهلي بس. ده في حاجه اللي احنا مهم دي خطيره جدا، عايزين نتكلم. لا عايزين زي ما انت عايز روح صوت المكان الاقرب لك. هو بس في ناس كتير بتتكلم في الجزئيه دي بيقول لك اصل انا شخصيا كنت فاهمها كده وكنت رافض بصراحه على حسب الاقرب. لا حسب المكان الاقرب ليك، دي نقطه مهمه جدا. في مهم تاني بقى، الشيخ زايد النهارده الشيخ زايد صدر حكم، وانا سالت استاذ محمد سويلم في الموضوع ده، قلت له يا استاذ سويلم انت النهارده ارسلت خطاب للنادي الاهلي بتقول له نفذ الحكم علشان ما يتحكمش عليه، هو كان هيبار في الموضوع كان هيبقى عنده جنايه. لا الاعضاء الشيخ زايد من حقهم ان هم يبقى عندهم حق العضويه في الاهلي صح؟ طبعا. طيب حق العضويه يبقى حق التصويت يبقى حق اختيار مجلس اداره يبقى حق اي حاجه في النادي الاهلي اكيد. منين بقى من حقك تبقى عضو بس ما تصوتش في الجمعيه العموميه بتاعه 25 ولا تنتخب في الانتخابات اللي جايه؟ ما انا عايز افهم. انا بصراحه مستوى شخصي يعني اجل الحكم ده لبعد 25 يعني اللي هو المبص 25 يناير. بص المفروض ان انت تدخل، انا دخلتك النادي بس مالكش علاقه بالنادي ازاي؟ يعني منين انا بقيت عضو ومنزوع الصلاحيات؟ والله يا احمد بص في قرارات عمليه. هو بص حلقه الصحفيه اللي انا اساسا انا عايزك تجاوبني حلقه الصحفيه. اصل انا سالت محمد سليم قلت له يعني وهو راجل صديق يعني قلت له محمد ازاي هاخد انا بقيت عضو ازاي من حقي ما انتخبش؟ ازاي من حقي ما اقولش لرئيس النادي حتى لائحتك دي غلط لائحتك دي صح؟ طب انا عندي اعتراض على الكلام ده لان انا عضو، انا هادار سواء دلوقتي بعدين بس انا في سبب. هي دي كانت المشكله. طب انت عارف المشكله في ايه؟ ان ازاي يبقى في زي ما انت بتقول قرار محكمه باحقيه واحد ما هو خاف ويطلع حد تاني المحكمه خاف عشان ما يتحبسش. تخيل يعني هو قال لك نفذ عشان يعني انا ما اجيليش حكم بسنه حبس بس ما تبقاش عضو وما تبقاش يعني عضو يعني امسك العصايه مش من النص كده يعني من طرف وسيب ازاي تطلع قرار وبعدين ترجع عايز يعني انا مش فاهم انا عمال من ساعه ما انت بتتكلم فانا عمال اركبها على بعضها اذا كنت انتوا مش هنا انا حوليت اساسا لا والله يعني حول مش عارف بص انا مش عارف ليه الناس دي بتعمل كده الحلقه باظت مش فاهم حاجه بصراحه الحلقه راحت حته ثانيه خالص لا انا مش فاهم حاجه القرارات كلها متضاربه وقرارات عفويه وشخصيه بص هي قرارات عفويه وشخصيه لا هي قرارات ارضائيه يعني النهارده حبيت تعمل محاوله ارضاء لحاجه طب ما هو ده القرار العفوي اللي هو في الناحيه الثانيه دخلت في صدام في حته ثانيه فبقتش عارف انفذ هنا قرار المرحله بنسميه قرار المرحله يعني انا عايز اخلص دي ارمي القرار ده بالزبط. عايز ارضي ده ارمي القرار ده عايز اعاقب ده ارمي القرار ده لكن في حاجه ثابته او في ارض ثابته بتشتغل عليها لا اهواء اهواء للاسف أهواء يعني حاجات اتفضل بقول اهواء واتمنى لو هي حلقه الصحافه يا جماعه دي ممكن يعني نطلع نلاقي مثلا بوكس ولا حاجه انت وكيل نيابه سابق يا ميدو خلاص بقى وكيل نيابه كنت بس لا بس ما يعني لسه ليك وجود يعني مفيش ولا واحد من اصحابك موجود يعني حتى لما نجري تحت يعني احنا بنتمنى يا جماعه ان القرارات تبقى قرارات في مصلحه الرياضه بالظبط يعني مش قرارات هوائيه او يعني انا زعلان بقى من الاستاذ خالد مش هقول له كل سنه وهو طيب هو ماسك مؤسسه وزعلان الاستاذ احمد مش هقول له كل سنه وهو طيب وماسك مؤسسه انا بكلم مؤسسه ما بكلمش اشخاص يعني حاجات بصراحه لا تمر على الكبار اطلاقا يعني كنا نتمنى سياده الوزير يعمل معانا مداخله يعني نعرف رايه ان هو ليه ما هناش النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي يعني هو يعني مش هيتاثر صحيح لكن
بروتوكول معروف يعني، لكن هو طبعا مش عارف. لا ما يصحش، بص ما يصحش انه في مصر، في مصر وبعد كل ما حدث دستور جديد وحقوق دولة جديدة وقانون رياضة العالم وقانون رياضة انتظرناه طويلا، أقوم في الآخر ألاقي نفسي في صراع شخصي تافه هايف في عند وفي كبر وفي تسخين وفي أطراف لا يجب أن تتدخل، ولما بتتدخل بتدخل بشخص بشكل سيء وأشخاص ما يعني بصراحة أنا آسف لتواجدها في هذه الأماكن اللي هي متواجدة فيها لأنها لم تقدر الدور ولا المكان. ما تقول أسماء بقى. أنا من أول الحلقة. أنا من أول الحلقة مستني ما تقول أسماء. لا لا. بس هقول لك على حاجة يا أستاذ. كل واحد عارف نفسه يا أحمد، وأنا مش جاي عشان أتخانق مع سين أو صد من الناس، مش معقول أنا هرفض ده وأنا أتخانق، أنا بس حزين إنه 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 في مصر في هذه المرحلة بعد كل ده ألاقي نفسي لسه في هذا الحوار. ده شيء يعني يخليك تبقى عايز تقعد في غرفه مغلقه وتقفل على نفسك ما تطلعش للناس خالص، مش ممكن بعد العمر ده كله وبعد الجو ده وبعد كل اللي حصل ده والتغييرات اللي احنا بنجري وراها وفي الاخر تزنوني في حوار في حاجه هايفه وتافهه زي دي ملهاش اي قيمه ولا اي اساس. يعني وبعدين دخلنا في اطار تحدي، يعني ايه اللي يخلي الامر يا ميدو النهارده ده انا قاعد اقول ايه يا اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي، توجهوا الى ناديكم يوم 25، احموا ناديكم، دافعوا عن كرامتكم وعن تاريخكم. ايه اللي وصلني للمرحله دي؟ ايه اللي حصل يوصلني للمرحله دي؟ مش عارف. ليه الامور ما تمشيش سهله وبسيطه؟ ليه ما فيش قوانين ومواد وبنود واضحه وضوح الشمس وسهله؟ ليه في قانون رياضه مستنيه احمد بقالي عمر ولما يطلع له توابع بالمنظر ده يعمل لي القلق ده ويعمل التوتر ده والخلافات دي؟ بتتكلم فين في نادي اهلي؟ يعني بتتكلم توابع على نادي اهلي؟ بتكلم في الكيان الاكبر في مصر وفي الشرق الاوسط. وبعدين خد بالك ده قانون شارك فيه النادي الاهلي ولا لائحه استرشاديه شاركت فيها النادي الاهلي؟ لا طبعا النادي الاهلي له انياب، يعني اذا كنت فاهم انك انت شايل اسنانه بالزبط. النادي الاهلي له انياب يقدر في اي لحظه هيقبش يعني هيقفش فيك يعني. ف بقولها تاني للمره المليون للاخر، اهدى وفكر كويس. بص هو غالبا يا كابتن عبد الحميد هيكون في جلسه خلال اليومين اللي جايين بقى قبل يوم الاثنين تحديدا مع الحضور الدكتور حسن مصطفى والوزير والمهندس هشام حطب والمهندس محمود طاهر عشان يبقى في قعده وديه. خد بالك ما سياده الوزير ما حدش يقول انها قعده رسميه. لا هيقعد ما الدكتور حسن مصطفى موجود الوزير لازم يقعد اكيد. فالامور هتبقى هاديه وهيتحل الموضوع. طب ايه رايك يا باشمهندس تاخد الجمال العموميه في يوم واحد بعد اذنك يوم 25 بس تفتح التصويت في الـ في الـ في الفرعين اللي هو في الجزيره ومدينه نصر، يبقى احنا كده ايه مسكنا العصايه من النص. لا احنا ما هو كان من الاول كده، هو الراجل كان بيقول طب اعملوا لي في اليومين في المكانين، فقال لك لا ده ما ينفعش ده فرع. طب يا جماعه ده مقر مش فرع، مدينه نصر اصبح مقر مش فرع. فالمهم هنوصل للمرحله دي ان يتعمل في المقرين ويتفتح الموضوع وتخلص. خلينا ما نسبقش الاحداث عشان ليا تعليقات مش هقدر اقولها دلوقتي. ممكن نقولها اوعى اوعى ممكن نقولها مع ميدو الحلقه الجايه. بص لا ده اذا كنت انا هاجي الحلقه الجايه اساسا. لا لسه بدري. هو يا جماعه هو ايه الصعوبه في يومين يا جماعه؟ يعني بجد والله العظيم ايه اللي انا سهل على اعضاء الجمعيه العموميه اللي هيبقوا 12000 وشويه ان هم يروحوا في يومين؟ يعني ايه المشكله؟ يعني احنا بنحاول نسهل الامور والله العظيم ما بنعقدها. يعني امتى هنفضل ناخد القرارات كده قرارات فيها شخصنه وفيها اهواء وحاجه بصراحه بقت يعني مش ممكن. يعني ما حدش عارف مين مع مين ومين ضد مين، وممكن تبقى معانا النهارده الاقيك ثاني يوم بتديني بالبنيه في وشي قلبني ورحت في حته ثانيه. بصراحه يعني ربنا يعني يكرمنا بصراحه بفضل من عنده هيكرمنا. عايز والله العظيم عايز تعرف الكرم جاي فين يا ميدو؟ عايزك تتفرج لو قدر يجيبها لي دلوقتي لقطه لعلي معلول بعد مع سيد معوض بعد الجون بتاع مع سيد معوض مش لا هو بيجي واقف لوحده مع سيد معوض بيعمل كده. انا نفسي اللقطه دي تبان. علي معلول اللي هو جاي من تونس عايزه يعرف انه دي رساله للناس، النادي الاهلي زي ما هو لا انضرب في شخصه ولا انضرب في كيانه ولا انضرب في تاريخه ولا انضرب في كرامته ولا انضرب في قيمه ولا في مبادئه، ما زالت روحه متواجده بكل قوه وتاثيرها و يعني مؤسساته الداخليه نفسها كل مؤسسه بتشتغل لوحدها، بتشتغل في عالم منفصل تحت قياده واحده لكن كل واحد عارف رايه. اتمنى اشوف اللقطه بتاعت علي معلول وهو بيجري يشوف ايه الروح دي. الروح دي جت لعلي معلول منين يا استاذ خالد؟ انا افكر حضرتك بحاجه، هو مش علي معلول اللي هيدي يعني مع احترامي طبعا معلش مع احترامي للقطه كانت يعني اهي اللقطه اهي بعد ما يجيب الجول
هيروح يجري على سيد معوض. انا عايزك تشوفه بيعمل ازاي حتى هو في لوحده. ايوه اصل دي بيعمل كده يعني بطريقه غريبه جدا لفتت نظري بعد ما بص اهو بص. لا لا مش دي مش دي لسه لسه هيبعد بقى بص شوف هي دي لسه بص دي بص دي بص هي دي لوحده هو واقف لوحده هو ماشي لوحده لحد ما يلاقي اعتقد ده كابتن سعيد سعيد احمد لسه هو في الهدف الثاني شوف شوف اللقطه ديت يا ايه دي ولسه ايه اللقطه دي ده علي معلول ده اقل حاجه عندنا وعند علي معلول اقل حاجه عندنا بس يعني كله بيتكلم انت بتتكلم في ناس ماتت وناس صحيت ولا لا بتتكلم في بتتكلم في نادي الاهلي نادي الاهلي يعني هو الحاجه الحلوه في يعني في الرياضه المصريه مع كل الاحترام لكل الناس نادي الاهلي يا جماعه نادي الاهلي يعني اسمه وحده كفايه شعار النادي الاهلي لو حطيته في اي مكان هتلاقي المكان كله قاعد مؤدب ومحترم وكتير وناس كتير يعني في نهايه الحلقه المميزه دي يعني كل الشكر لضيوف الكرام منورين النهارده طبعا ربنا يستر الحلقه دي استاذ خالد ده انا ماسك لسانهم كمان والله استاذ احمد ماسك لسانه زينا خد بالك النقد الرياضي الكبير نورتنا شرفتنا دايما بتشرف اشكرك استاذ احمد دايما بتشرف بيكم منورنا حبيبي يا كابتن ميدو اتمنى وياك بعد كده هتيجي احط لك ورقه بالحلقه تمشي ازاي لا اتمنى دخلنا في الارشاديه ودخلنا في عموميه ودخلنا في الوزير ما بعدش الورقه ده هتلاقي نفسك كده اتمنى ان حاله الوئام والامور تبدا تكون اكثر هدوء ما بين النادي الاهلي وما بين المسؤولين عن الرياضه لان النادي الاهلي قلعه بتصنع رياضه بتصنع ابطال بتقدم ابطال لمصر اتمنى ان الامور تهدى لان الخلاف ليس في صالح الرياضه المصريه خلاف الاشخاص اتمنى الا يؤثر على علاقه النادي الاهلي بالقيادات في الدوله تمام نورتوني وشرفتوني دي كانت اول فقره معاكم النهارده لسه مستمرين معاكم مع الكباتن الكبار كابتن ياسر ريان وكابتن ماهر همام دي كانت اول فقره نوروني وشرفوني فيها ضيوف الكرام استاذ خالد استاذ احمد الشامي يعني اتكلمنا فيها والنهايه بتاعه الكلام او الهدف من الكلام ان احنا ما نلبسش وشوش خلينا نحاول نخليها بوش وشين ثلاثه مش 9 و10 و20 يعني خلوا المصلحه العامه فوق اي حاجه والنادي الاهلي فوق الجميع يعني نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كابتن ياسر كابتن ماهر همام استنوني